تعال 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 تكفى يا صالح بسرعة، والله ما عندي وقت بفضفض وبروح بسرعة. صالح خل ذا، تكفى يا صالح، تكفى يا صالح، صالح تكفى بفضفض لك يا صالح. شرب السعد اي صالح نبه. تكفى يا صالح، نفسيتي والله انها ماشي، مو ماشي، لا الصدق والله ان نفسيتي حلو، مو ماشي الصدق. عشان في حد في البرد اخو عاد يفكر في النفسية؟ لا ما عاد افكر في النفسية، بس تبغى الصدق يا اخي ودي بمفاجأة. بشر الله بالسعد. اي والله تدري الله تدري ايش ابغى؟ حلو، ابغى عيال اختي يجوا، ريماس وابراهيم ورهف. احتزم. اي والله انا اللي مذف هذا الرهف. والله كنت اعلمك على والله. تكفى يا صالح اذا باذن الله. والله طبعا بجهود الاداره يعني، ما ولا على شكل الاداره تبغى تجيبهم مو معي شكلها لي، ما صدق اني طلعت الصفقه لي ولا شكل. والله بشوفهم يا اخي اشتقت لهم ترى. لا تكون امهم معي صدق. اي صدق انا قاعد افكر فيها، قلت لي كنا معي. عاشت لساني والله. يسلم والله. وانت ترتيبك ال 16 في هذا؟ اي والله العظيم. خلاص وضلت ابراهيم. الله كريم. انا المصيبه لو اخش ابراهيم واطلع. يو فضحي فضحاه. يا فضحي فضحاه. من عاد الاقي لك دموع يا فارس؟ ما صدق ولا عاد اصلا ما لها داعي. لا ما عليك عندي قطره. اوه خشمي قام علي، والله قام علي. انت بزكوم؟ مو بزكوم يا اخي، عندي حساسيه. بزكوم ولا بزكوم؟ يا اخي اخاف الناس تحسبني الدغ. والله لو يتابعوني ناس. هذه انا ترى عندي نفس المشكله. طيب ايش حلها؟ حلها طال عمرك ابره، ابره سنويه تدقها. حقت ايش؟ من 6 شهور الى سنه. ابره ايش؟ ابره حقت حساسيه هيستامين. يا رجال سويت العمليه 3 مرات. اللحميه؟ اي والله. ما شاء الله شكلك تسقيها اللحميه ذي كل ما تنبت. كبده ما عاد في لحم، هنا كبده. سالم لخبط اللي بخشمي ذا. انا طال عمرك انا سويت العمليه ذي في مصر. حلو. في الاسكندريه عند عميد كليه الطب بروفيسور. داخل عليه 80 جنيه، هنا تدخل على البروفيسور يقول لك 1200. عرفت؟ بس خطاي وش هو؟ سويت عمليتين. اوه خشبه. كوي غضاريف وكوي 70% من اللوز. تخيل طلعت من العمليه والله العظيم يا فارس اني لا اقدر اتنفس من نوع. حاطين لك حديده كذا زي الحديده. ما بحديده قطنه، قطنه طويله. ليه؟ لا. عرفت؟ طلعت لقيت شويه من عقلي معه. وقلت مسحبها تقول لي تقول لي مسحبها فتحت سمك سيفونه. والله عرفت؟ اقسم بالله اني ابكي ابكي ابكي. يا مسحبها. ما انت قادر تتنفس هنا؟ ولا انت قادر تنفس انا. غلطتك سويتها الثنتين سوا، سوا واحدة بس. المفروض تسوي واحدة لحالك. انا لا يا انا سويتها مثلا الدكتور الله يسامحه عندي الحناء جوا في نفس العظمة. لازم يتعدل الحناء عشان تزبطها. انا مشكلتي مشكلة. سويتها يا طويل العمر اول يمكن اول 4 ساعات. ابكي. ابكي. والله بكى، والله اسألني انا. بس شوف بس ترى مقارنة بالالم اللي كان يجيني اول اي نسمة هواء. على طول لوز لوز لوز. هلا ابشر لدرجه طال عمرك انه صار عندي شفت الرئه رئه الخروف اذا فكيتها ما يجيك فيها نفس الحفر كذا صارت نفس الحفر. جد والله؟ اي والله العظيم خلاص صار فيها تضخم. المفروض اللوز اذا لوست ينزل واذا طبت وين يرجع فوق. انا تدلع تقول شربات فيها تراب. البلاء لا جيت تراب. انا جيت تراب ترى حلقي عورني. تدري ليش؟ فاتح فمي ما اقدر اتنفس ما خشم. تدري ليش؟ انك المفروض التنفس الطبيعي منه. إيه؟ هذا ما سبحان الله ما الله خلقه للتنفس. يا رجل ودي اطلع وارجع ارجع ارجع ارجع. انت ما يجيك شعور مرات تعرف إيه؟ تعرف المحطه هذه اللي عصا اللي تمدها ودك تدخل تحك. اي والله اي والله. بينك بينك بصراحه. والله لكم بخصم ال 50 اللي توني خليك شوي روح ودي اخذ. والله ودي اخذ خشمي زيك احط فيه لي من هنا وافر. عرفت؟ يفرح البست حق الهواء. انا جبت انا جبت جاب لي واحد من العيال علاج من من لندن مويه مويه الملح حقت البحر وفي نفس الابره كذا تدخلها عرفت هنا وتضغط ويطلع مع الجهه الثانيه. صح انك تحس انه ياخذ فره في مخك وينزل خليه ينظف يعقم. اي بس يعقم ويعقم. انا عندي انحلاف خشمي وحساسيه والتهاب الجبله فيه. يعني خشمي اذا قمت من النوم انا تلسم فمي ما تلسم خشمي اذا قمت. قالوا لي لازم عمليه في انحراف. انا سويت. شوف هذه انا سويت بس تدري ايش مشكله الانحراف؟ غالبا ضربه يشقون الخشم ويرفعونه كذا. لا راس تحمل كبوت. لا لا انا قال لي بس الظروف هذا يكسرونه ويعدلونه.
هم يكسرون ذا الخشيم الزين تقول سله سله كيف والله يبي سوت عمليه سله كيف سوت عمليه خشبه تقول سله كيف يعني سله سيف سله سيف تقول حبه قهوه كذا زين مشيت الله بعد البرنامج بسويها على طول انا لا طلعت البرنامج وخطط اسوي عمليه خشبه شفت احنا قروب مسمكر كلنا اللي خشمهم مكسر واللي انا ابي ورقه اصلاح وفوق لتحت لفظ والله الخواجه يقول انا ما احلق الا بورقه اصلاح يلا انا بروح للمصطفى الله يسترك ان كان ما يرفض الخمسين ذي شكله يقول مزوره ارجع بنتي تدري الوالد عندي مكسور خشمه رينا طاح تخيل ترتيب ال 16 ترتيب ال 16 اسمع ها